ايه رايك في احمد حسام ميدو كمدرب؟ انا شايفه محلل كويس وشايفه مدرب كويس، كان لعيب زمان كويس قبل ما يعني شبه يتغر يعني تمام، بس هو كمدرب ساعات كده بيبقى عايز يخترع اداء لاسلوبه يعني يجدد من اسلوب الفكر يعني، بس فده في حد ذاته مبقاش كويس برضو يعني. حسام حسن عملها قبل كده مع الزمالك، كان الزمالك متصدر الدوري فريق كبير، بدا يلعب الناشئين فبدا الزمالك يخسر فجه الاهلي خلص الدوري. ميدو كمدرب يعني مدرب كبير جدا وعنده فكره وبينفذه، فكره اوروبي وبينفذه في الدوري المصري، وك يعني كان ليه تجربه مع نادي الزمالك، كانت تجربه ناجحه لولا بس اللي هو المشاكل اللي حصلت مع مستشار مرتضى منصور قالت ان هو يمشي يعني وبس. فهو كان بينفذ فكره في حتى تلاقي وادي دجله شكلهم حلو في الملعب من اول الدفاع لحد الهجوم. فده ميدو كمدرب. هو ميدو انا شايف اللي هو ذو خبره كبيره يعني من الاكسبيرينس بتاعته في الاحتراف، بس ما اظنش اللي هو حقق النجاح الكافي. هو لسه طبعا سنه صغير ولسه قدامه يعني تجارب كتير هياخدها، بس حاليا ما حسيتش اللي هو حقق النجاح الكافي اللي يليق بخبرته في الملاعب على طول. ممكن بالتالي يبقى ناجح هو مدرب، لكن هو طبعا انا مش مؤيد ان هو مدرب محترف ولا عنده فكر خالص، وهو سريع الغضب، فالمفروض عليه ان هو يدرس يعني ايه كيان مدرب ومدير فني قبل ما يتعرض لاي مشاكل او هو يستفز الناس زي ما امبارح الناس جمهور الاهلي استفزه. هو ما كانش ينفع خالص ان هو يعني يتخانق في اخر الماتش وكده، بس هو كمدرب هو حلو برضو، كان ليه انجازات مع نادي الزمالك وليه انجازات كبيره قوي مع وادي دجله، بس هو حكايه المشاجره بتاعت امبارح هو ما ينفعش كمدرب وكمنظر ليه ما كانش ينفع. هو احمد حسام ميدو حقق يعني انجازات كتير مع وادي دجله وفرق معاهم في اللي هم يعني المراكز. احمد حسام ميدو اداؤه اساسا مدرب ما ينفعش مدرب، وخلي بالكوا لما احترف وبقول انا لعبت في انديه كبيره وبتاع كان بيروح كل شهر نادي يعني لو تحسبوها، بيقعد هنا موسم وهنا موسم وهنا موسم، ايه لازمتها؟